يا شباب، بقالنا كتير قوي محملناش موزات، ما عملناش فيديو تحميل موزات ولا بمنتج قوي ولا اي حاجه. فالنهارده جاي لكم، احفظوا التاريخ بتاع النهارده، خليكم حافظينه كويس. النهارده هنحمل افضل 10 موزات لماينكرافت الجوال 1.21 اللي انتوا بتدوروا عليهم. شفتوا بقى، انا عرفت انتوا بتدوروا عليه وجبت لكم لحد عندكم، فانا مستحقش يعني لايك كده. يعني قبل ما تدخلوا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركينه وتفعلوا زر الجرس. سامعيني؟ هكررها تاني، زر الجرس تفعلوه، زر الجرس تفعلوه. حتى لو انت من المشتركين اللي عندي ادخل فعل زر الجرس عشان هتلاقيه مش متفعل. معظم المشتركين عندهم زر الجرس التفعيل بتاعه اتلغى على مره واحده كده، اليوتيوب بيحصل فيه مشاكل ومش عارف ايه، بس خلينا ساكتين بس عشان احنا دلوقتي في اليوتيوب يعني وكده. وبس كده، هتلاقوا الفيديوهات كلها في الوصف، رابط الفيديوهات كلها في الوصف، هتلاقوا رابط كيفيه تخطي الروابط المختصره في الوصف عشان في ناس يما بيكلموني عليه مش عارفين يتخطوا الروابط ازاي ومش عارف ايه. هتلاقوا رابط الفيديو ده في الوصف، ممكن يطلع لكم في الاخر اعلان زياده، لكن هي برده هي الطريقه. وهتلاقي كمان الفيديو طريقه تركيب المودات في الوصف برده، وهتلاقي المودات دي كلها اللي انتوا بتدوروا عليها زي ما انا قلت كده. وبس كده، خليكم بقى مع المودات. بيس. المود الاول اللي معانا يا شباب هو مود يعرف لك الحاجه اللي موجوده قدامك لما تبص عليها اسمها ايه وبتكسر ازاي. حتى الموبات، بص كده ثواني، هنا عندنا دوت الايس بيقول لك للبيكاكس الايرون، بس هو عادي باي بيكاكس يعني مش لازم الايرون. هنا بيقول لك ده السنو، مكتوب الاسم بتاعه توب سنو وبيتشال بالشافل. هنا ديت ديج بلوك الجراس وبتشال برده بالشافل. هنا دوت الفوكس زي ما انتم شايفين عدد القلوب بتاعته كان ظاهر اهو، ثواني اللي نايم دوت فوق نشوفه اهو عدد القلوب بتاعته والاسم بتاعه. لو ضربنا دوت ضربة بصوا عدد القلوب بيقل، بصوا زي ما انتم شايفين. دوت كان معانا المود الاول، وفي حاجات تانية اكتر في المود برضو طبعا، زي التنين زي الواردن، حاجات بتاعتهم برضو القلوب بتاعتهم بتبقى كل حاجة باينة فيها. بس كده، ده كان المود الاول اللي معانا. يلا بينا نروح على المود التاني. المود التاني اللي معانا يا شباب هو مود بيحدث لنا الاند. زي ما انتوا شايفين كده، حتى بصوا في ميه، في غير البايوم ده. طيب بصوا الشجر ده، بصوا شكل الشجر ده من تحت، بصوا الانوار المحطوطة. في هنا كده بداية بايوم تاني، في بايوم هناك وفي بايوم هنا اهو. خلينا نروح لهنا. هو خشب بيتحلل اول وحش. يلا بينا يلا بينا. ده المود التاني اللي معانا، يبقى نروح المود اللي ورا. اوكي يا شباب، ده اخر يوم ليا في الارض هنا، توحشوني. معرفش هرجع لكم تاني ولا لا. قرية قربين، عارف ان انا اتعصبت عليكم في اوقات وموتت منكم ناس كتير في اوقات، بس يا ريت تسامحوني. يلا بينا بقى ننتقل بقى في وقت غروب الشمس، هنروح للفضاء وهنشوف بقى الحياة اللي كنا نستكشفها. معايا الخوذة بتاعتي والبدلة بتاعتي، بدلة الفضاء نلبسه بدلة. ايه رأيكم في البدلة شباب؟ محدش يعرفني كده. ناخد معانا بقى العربية بتاعتنا وال المكوك، ننتقل بقى نركب المركبة الفضائية. مع السلامة شباب، مع السلامة ايتها القرية، توحشوني. اوكي نازلين دلوقتي، اوكي نازلين خلاص، اوكي وصلنا. وصلنا القمر، زي هذا معقول؟ احنا في الفضاء؟ لا لا لا، هذا ليس معقول. طب استنى، طب ننزل، طب نشوف ايه اللي موجود تحت. ماشي يلا بينا. المفروض يكون في، مفيش جاذبية يعني المفروض. ورجعت الأرض بنفسي. ده كان المود التالت معانا يا شباب. معرفش الحاجات دي بتتعمل في
السرفايفل ولا لا، فقولوا لي رايكم في القصه يعني الحته اللي انا عملتها دي. وبس كده يلا نروح الموديول اللي ورا. المود اللي معانا دوت يا شباب هو مود الاسانسير او المصعد. زي ما انتم شايفين كده لازم يكون البلوكتين فوق بعضيهم، مش يعني ممكن 100 بلوكه تحط البلوكات عليها الدور، ممكن بلوكتين ما تحط بلوكات على الدور. يعني لو جينا وقفنا هنا كده مش تطلعوا لفوق، لازم تنطوا، بصوا مش تنزلوا تحت تشفتوا وتنطوا نط زي ما انتم شايفين كده اهو. فهنطلع بقى نزودوا شويه بلوكات لفوق كده واوريكم انها بتمشي عادي في اي حته. وفوق بقى ننطوا كده، بصوا ما انتم شايفين طلعني فين، لو شفت ونطيت برضو هينزلني لتحت. وطبعا الكلاود ما يمشيش على البلوكه دي بس، بيمشي على البلوكات دي اهي. بصوا اهو هتبصوا على البلوكه التانيه. بس لا لا استنى دول كان المود اللي معانا يا شباب. يلا بينا نروح على المود اللي وراه. مين فينا لما دخل النظر ما لقاش فيها مرات ولا موارد ولا اي حاجه وزهق منها، عشان ما بيدخلش غير عشان خاطر النيزرايت وكوارتز والجولد في المود دوت. شباب بقى انا هضيف لكم المود دوت، هيضيف لكم ورات جديده جوه اللعبه. زي ما انتم شايفين كده اول ما دخلنا في قدامنا على طول الامرالد، مش الامرالد بس، طبعا هيضيف لكم كمان الفحم زي ما انتم شايفين، وهيضيف لكم كمان هنا في لابس اهو كل ايرون. بصوا الايرون فيها دي ايرون، لا ده كوارتز. ضيف لكم الايرون هنا، وزي ما انتم شايفين هنا في دايموند. مش النزر وبس، خلينا ندخل الاند كمان. شايفين ده تقريبا الاميرالد اهو، لابس اهو، وفي هنا فحم اهو، في ايرون، وهو الدايموند اهو. ويلا بينا نروح على المود اللي وراه. يا جدعان ما بتحطش ليه؟ كان هنا حطينا. طب ايه ده بقى؟ طب يا شباب انا معرفش ليه مش عايز تتحط. تقريبا المشكله، تقريبا المشكله عندي هي المفروض تتحط في شويه اعدادات. هسيب لكم الفيديو بتاع الاعدادات بتاعتها بتظبطوها على طول، وتبدا بقى الحاجات بقى اللي جوه دي كلها كده تتحرك بيها، تقدر تسافر وتروح ومعاك شيست ومعاك سرير وفيرنس وكل الحاجات اللي انت عايزها تحطها في المركب ده. ده كان فكرة المود دوت. يلا بينا نروح المود اللي ورا. المود اللي معانا على طول دوت يا شباب هو مود اسلحة. زي ما انتم شايفين كده معانا البامب، مش عارف اكشن شوتن، واسلحة يعني كتيرة تقريبا دي كلها بتتجاب من السرفايفل برضو كده. ضربنا ضربة، شفتوا الخنزير بيتموت من ضربه واحده في الارض. بص بيعمل علامه ازاي. طبعا احنا عندنا هنا كاب او الهات يعني اللي هي الطاقيه، بصوا في الشكل ده وفي الشكل ده، الشكلين بتوعهم يعني هو معايا كوز. انتوا شفتوا تقدروا تصنعوهم برضو من السرفايفل. لو جينا نجربوا ديت على الفرخه برضو من ضربه واحده. لو جينا بقى نجرب دوت اللي هو الدوبل، لو جينا بص شفتنا كده بيعمل معانا زوم. بصوا وموتولنا بضربة واحدة برضه، كلهم بيموتوا بضربة واحدة. ثواني بقى احنا عايزين نظبط بقى الام بتاعنا كده عشان ما نكسفش يعني قدام الناس كده. يلا نظبط الام بسرعة. وشفتوا بس المسدس بتاعي ده ضعيف ولا لا؟ والله ده قوي كمان، موته. طب نجربه بقى الديناميت. وشفت يلا بينا، شفتوا الخروف حصل له ايه؟ ده خروف طار فوق. بصوا بتعمل لنا ايه، بصوا بتعمل ايه، نور. لا لا دي بتحرق بجد، دي بتحرق بجد. شوفوا على الخروف هتعمل ايه، هتنزل لنا خروف محروق، هتنزل لنا لحم المشوي قصدي. بصوا حتى بصوا شكل السلاح هو معمول ازاي مرمي.
يا شباب، فكرة المود دوت بيضيف لك دروع جديدة تلبسها في ايدك، تمسك في ايدك التانية درع الواردن شيب. في اين انتم يا الوحوش؟ اللي بيحصل بقى لا بعلق. اوه لما بيجوا يضربوني والله نايس الفكرة والله العظيم، فكرة المود، بس الصوت عالي قوي قوي قوي، ما بيعملش حاجة. نشوفه مود شيلد الليزر، هو بيرمي عليهم نار. نزل رايت، الدنيا ضلمة بقى، بس في بقى درع حلو. كل الدروع دي برضه بتتصنع في السرفايفل. الدرع اللي في ايدي دوت زي ما انتوا شايفين كده، يعني بصوا الدنيا ضلمة اهو، الدنيا ضلمة مفيش اي نور. الدرع اللي في ايدي دوت اللي عليه الشمعة بينور لنا المكان زي ما انتوا شايفين دوت، برضه زي مود الايد التانية كده. والله نايس. يلا بينا نروح على المود اللي ورا. المود اللي معانا يا شباب على طول دوت مود هيسهل علينا حاجات ياما، زي مثلا زي ما انتوا شايفين بعد ما كتبنا الكلمة تعالوا على طول كمية لايك. ثواني كده، لايك واشتراك. زي ما انتوا شايفين كده المود ده اللي لنا المكتوب بالعربي، يعني مود اللغة العربية يعني بمعنى أصح. لو حاطين الساين دي كده برضه نكتب عليها عشان تشوفوا ان كله زي بعضه. بس خليك بصين لايك واشتراك. وده كان فكرة المود دوت، كنت منزل عنه تقريبا بس كان اصدار قديم لماينكرافت، اصدار قديم يعني كده، فنزلت اصدار جديد كده اهو زي ما انتوا شايفين. فبس كده يلا بينا نروح على المود اللي وراه. المود اللي عليه الدور يا شباب هو المود الاخير، اللي هو مود تكسير الخشب بضربة واحدة، يعني تضربوه ضربة واحدة كده هيقع، بس يعني الشجرة كلها، تكسير الشجرة كلها ضربة واحدة بس. في يعني انيميشن حلو او حاجة حلوة مضافوها، اتشفت لازم تشفت برضه. نبدأ تكسير كده زي ما انتوا شايفين، تكسروا جزء جزء من الشجرة، تكسروا تاني. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا اخر حتة دي تقريبا، بصوا زي ما انتوا شايفين الشجرة كلها الخشب بتاعها وقع. طبعا دوت ما بيعملش هنا على الشجر الحبة صغيرين، حتى بصوا الشجرة الكبيرة مبقاش دي عشان مكسورة. بصوا الشجرة الكبيرة دي نشفته، نبدأ نكسره واحدة واحدة. بصوا شايفين، بصوا الشجر الكبير برضه، الشجر العالي قوي برضه، الصبروس والجنجل برضه مش عن الكلام ده. زي ما انتوا شايفين الشجرة كلها وقعت، وبس الليف بس هو بيفضل موجود بيقع لوحده مرة واحدة، مش مرة واحدة بيقع، واحدة واحدة يعني لوحده. وبس كده يا شباب، دي كانت فكرة المود بتاعت النهاردة. يا ريت بقى لو أول مرة تشوفوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبس كده خليكم مع طريقة صنع الموارد والأدوات اللي احنا شفناها في الفيديو بتاع النهاردة. بس كده يا شباب، دي كانت المودات اللي معانا وكلكم بتدوروا عليها، حتى انا كنت نزلت نفسي بدور على المودات دي برضه عشان اعمل لكم فيديو عليها ولقيتها الحمد لله. ايه وبس كده، يا ريت لو استمتعت بالمقطع او في مودات حملتها قبل ما تطلع، يا ريت يعني تشترك لي في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كلام حلو وتتابع المحتوى التاني في القناه، عشان في مشتركين مش اشتركوا بس عشان المودات، لا تابع المحتوى التاني في القناه برضه. وبس كده، اشوفكم بقى في فيديو جديد. لايك والاشتراك والكومنت التعليق محفز، وكمان زر الجرس ده اهم حاجه. وبس كده، اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام.